السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. اليوم في هذه الفيديو باش نتكلموا عن القمر، ونعرفوا اللي الاعجازيين العاجزين ان يخترعوا ابره واحده من القران او يتنبؤوا بحقيقه علميه واحده ذكرها القران ولم يكتشفها العلم بعد مش موجوده، وإنما بعد ما يوصل العلم للحقيقة يطلع علينا هذوما الإعجازيين كالقضاء المستعجل باش يتباهاو ويعرضوا إن القرآن ومحمد والإسلام ذكر هذه الأمور منذ 1400 سنة. السؤال اللي نوجهه للإعجازيين هذو وللمسلمين بصفة عامة، علاش العلماء نتاع المسلمين مدة 1400 سنة ما اكتشفوش حتى شيء من القرآن ولا من الحديث ولا من الإسلام أصلا؟ هذه من جهة، ومن جهة أخرى وقت نرجع وقت ظهور القرآن محمد سألوه، وقت حاجة ما يفهموهاش يسألوه، وعمرهم ما قال لهم ان هذه الامور سوف يكتشفوها العباد من قبل من بعد. عمره ما قال ان هذه المعلومات يعرفها كان ربه ولا يعرفها هو وما نجمش يقولها حتى يكتشفوها العباد. كان ديما يعطيهم تفسيرات على حسب العلم اللي موجود في عصره وعلى حسب المعرفه اللي كانت موجوده وقتها. إذن معناتها هذه مسألة الإعجاز كما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل ما هي إلا ضحك على الذقون، وكل ما جاء في القرآن والحديث بتاع محمد ما يخرش على المعتقدات اللي في العصر ذاك لا أكثر ولا أقل. وهنا حبيت نبين حاجة معناتها العباد ديما يغلطوا فيها، يجي يقول لك اللي القرآن والإسلام، لازمكم تعرفوا ان القرآن والإسلام بصفة عامة ومحمد بحد ذاته كان يقصد بالعلم الشرعي وكان يقصد بعلماء الدين، وعمره كان يقصد بالعلم الحديث المعروف على حسب عصرنا توا. وتجي يقول لك من أخفى علم فهمت من العلوم فهو يقصد العلوم الشرعية. يجيو هون العلماء في عصرنا توا يكذبوا علينا ويقولنا ان الاسلام يشجع على العلم، ويجي يجيب لك الحديث اللي رغم اللي هو يعتبر ضعيف فهمت، واطلبوا العلم معناتها ولو في الصين. يعني هنا يقصد الا العلوم الشرعيه، لا يقصد العلوم الدنيويه، بل الاسلام يحرم، يعتبر هناك الاسلام نرجع للاسلام يتكلم على ما يسمى بالعلم النافع والعلم الغير نافع. بالنسبة لهم العلم النافع هو كل ما يخص العلوم الشرعية، العلوم اللي حسب رأيهم هما يعني تخدم الإنسان بعد موته مش في الدنيا هذه. يعني العلوم حتى في الدنيا هذه وتشجع العلوم في الدنيا هذه اللي تخصه هو بحد ذاته ومعيشته، هذا هو يسميه العلم النافع. أما العلم اللي ما ينفعش واللي بالنسبة ليهم يلهيه على بلوغ الآخرة فهو علم ضار. على خاطر الإسلام لو تلاحظوا يركز على ما بعد الموت، يعني بالنسبة ليه الدنيا هذه ما هي إلا ممر اختبار، ويجب الإنسان أن يكون خاضع ومستسلم للذات الإلهية لكي يدخل الجنة، لأنها هي الحياة الخالدة، وإنما هذه الحياة ما هي إلا فترة وتنتهي. هذاك علاش الإسلام أي علم يشكك في الدين أو يشكك في العقيدة المسلم يعتبر علم حرام. وهذا معناتها الفيديوهات أو أي إنسان ينقض الإسلام يعتبر علم ضار وغير نافع، على خاطر يبين الحقيقة للناس ويعرفهم اللي الإسلام
والأديان بصفة عامة كذب في كذب. هنا نأكد مسألة أخرى بل ما ننتقل للحديث متاعنا، إن راه في وقت محمد، معناتها محمد والقرآن والأحاديث ما جابوا حتى حاجة جديدة كيما توا. مثلا توا فما آراء مختلفة، محمد مجرد أنه يميل لهذا الرأي ضد هذا الرأي وفضل الرأي على رأي، أما هو لم يخترع شيء ولم يأتي بفكرة جديدة، فهو ليس مخترع ولا مفكر، وإنما عبارة على إنسان تعرف على ما هو موجود في عصره واختار من بينهم. كما توا مثلا جي نقول مثلا فما نظريتين، هو يجي أيد نظرية ضد نظرية. هذه معناتها مسألة لازمكم تعرفوها مليح وتفهموها. اليوم يا سيدي باش نتكلموا على القمر، اللي معناتها الإعجازيين في كثير، تعرف الإعجاز العلمي موجود بالمئات بالمئات، وكل مرة يطلعونا بطلعة، كل مرة معناتها يجيبونا قصة على أنها إعجاز علمي. إذا هوني توا في الفيديو هذه نحاول واحنا باش نتكلموا على القمر بصفة عامة، لأن القمر حسب معناتها هذوما الإعجازيين قال لك فما ياسر إعجازات علمية موجودة في القمر، غير شق القمر وغيرها من الحكايات اللي موجودة والخرافات الركيكة البليدة الذي كل مرة يطلعون بها. لكن قبل ما نبدأ لازمنا نعرفوا شنية القمر، معناتها شنو الإنسان يعرف على القمر في عهد محمد وقبل محمد. لازمكم تعرفوا أن قبل آلاف السنين والإنسان اهتم بالقمر، نعرفوا احنا اللي البشرية قبل كانت تعرف وتبحث وتفكر، ما هيش كانت كما يتصور كما يحب يوريها لنا الإسلام، ما يعرف حد شيء، واللي الإسلام هو اللي جاب لنا كل شيء. كان يلاحظ القمر وإنها تتبدل وتولي هلال وتغيب، وكان يلاحظ الشمس وكان يلاحظ النجوم. ونعرف احنا الحضارة البابلية أبدعت في دراسة النجوم والكواكب والشمس والقمر، وكانوا معناتها يلاحظوا التأثيرات على الزراعة وغيرها من الأمور، وكانوا يفهموا ياسر حاجات سواء في الشرق الأوسط أو في الغرب أو في الهند أو في الصين، والكلهم تكلموا على القمر وتكلموا على الكواكب، وما هيش معناتها حاجة جديدة جاب بها محمد قبل آلاف السنين من محمد. والبشرية في وقت من الأوقات معناتها وقعت اعتقادات للشعوب، فهمت، على أساس فما اللي بعضهم عبد بعض النجوم، فما اللي بعضهم عبد الشمس، فما اللي عبد القمر، وفما اللي يعتبر معناتها إله القمر وغيرها، وفما اللي أله القمر ورده هو إله. وهذه كلها اختلافات كانت موجودة قبل محمد ووقت محمد، وهذه حاجة طبيعية. وفما اللي معناتها جعل القمر مؤنث، وفما كما مثلا في العربية القمر مؤنث، وفما اللي جعل القمر مذكر، وفما اللي فضل الشمس على القمر، وفما اللي فضل القمر على الشمس، وهذه معتقدات موجودة قديمة. وفما اعتقادات تقول لك ان معناتها القمر معناتها او اله القمر هو الاله الاكبر، وهو كان متزوج بالشمس واللي النجوم اولاده، وكان يرمز للقمر هذا بالهلال. وقت نرجع يعني للعهود القديمة لبابل، فهمت، فما قصة تقول ان البابليين بنأوا في الجزيرة العربية رمز للقمر اللي يقولوا هي الكعبة، وكانوا يعتبروا اله القمر معناتها عنده تبجيل وعنده تقديس خاص. ونعرف واحنا كي نرجع للحضارة البابلية وغيرها، القمر يرمز الى الأسرة ويرمز الى الأب ويرمز الى الشخص الغيور. ولو نرجع للصفات هذه الموجودة في القمر نلقاها موجودة في إله الإسلام. أنا ما نحبش نذكر توا هوني التفاصيل على إله القمر والقصص اللي موجودة حول هذه المسألة، والمستشرقين اللي قالوا إله القمر كان إله، كان صنم موجود داخل الكعبة، وكان هو معناتها حتى في المعتقدات معناتها العربية والشرقية كانت موجودة المسألة هذه ومعروفة، وتنجموا ترجعوا باش تشوفوا اللي هذه الأمور ما هيش غريبة لا في عصر محمد ولا قبل محمد.
حتى انه كان يطلق عليه سين، واللي جات منه كلمة ياسين وهي مقصود بها بإله القمر، وحتى انه يقول لك سيناء سميت سيناء لأنه ترمز إله إله القمر، فهمت؟ يعني المهم أنا ما نحبش ندخل ياسر في التفاصيل هذه على خاطر مش موضوع، أنا حبيت نبين اللي القمر معناتها موجود، والمعتقد وإله القمر موجود حتى عند العرب قبل معناتها في عهد محمد كانوا يقولوا إن إله القمر تزوج الشمس وأنجب اللات والعزى ومناة، فهمت؟ يعني هذه معناتها اعتقادهم. واحنا نعرفوا اللي حول الكعبه كانت اكثر من 360، يقولوا حتى 365 آلهه تمثل كل آلهه شيء معين، وان اله القمر هو الاله الوحيد الصنم الوحيد الذي ليس له وجه، ويقال انه كان داخل الكعبه. اذا يعني هذا، ونرجو حتى المستشرقين يتكلموا على هذه المساله، واحنا ما نحبوش لا ندخلوا في المتاهات هذه ولا نتكلموا عليها هوني. هنا نفهم أن محمد كان عنده ميولات كبيرة لإله القمر اللي هو الله، واللي هم يقولوا إله إبراهيم، حتى تعرفوا قصة حتى في القرآن نرجع وقتها معناتها في عهد إبراهيم غزر للشمس قال هذا ربي، خاطر كانوا يعبدوا الشمس، قال لا ها مش ربي، خاطر قفل من بعد شاف القمر قال هذا ربي، من بعد قال لك لا مش ربي. من بعد إبراهيم وصل الاستنتاج أن الإله هو إله القمر وإله الكواكب، وكانوا يعتمدون على القمر لأنه قريب جدا ويرى معناتها بالعين المجردة، خاصة في البيئة الصحراوية. تعرفوا أنتم لو مشيتوا للصحراء تعرفوا أن القمر عندها قيمة خاصة في الصحراء تختلف على المناطق الأخرى. ونعرف احنا اللي العرب كانوا يعيشوا في الصحراء وكانت حرارة الشمس قوية، فكانوا لا يفضلون الشمس لأنها كانت تحرقهم وتعمل لهم الوهج، وكانوا معناتها ما يرتاحوا لما تغرب الشمس ويظهر القمر فيتفرهد ويبرد الجو شويه. هذاك علاش عندهم تفضيل للقمر على الشمس، مش كيما مثلا في الشعوب البارده اللي هما يستناو طلوع الشمس. هذاك علاش نشوفوا الاسلام خذا تقويم ما يسمى بالقمري او اللي يتسمى بعد التقويم الهجري، واللي هو تقويم موجود في بابل قبل وخذوه حتى اليهود والفارسيين وغيرهم، اما هو معناتها ماهوش تقويم جديد وما جاب حتى شيء جديد للاسلام. اذا معناتها كان عند العرب بدايه النهار بغروب الشمس ليس بطلوعها، هذا معتقد موجود قبل الاسلام وجاء الاسلام لكي يؤكدوا. وذاك علاش الاسلام خذاء التقويم الهجري، وما كانش يعرف. هذا دليل اخر على ان الإسلام ليس من عند إله، لأن لو كان من عند إله لما كانت كل العبادات تقوم على التقويم القمري، لأن نعرف في بعض المناطق من الكرة الأرضية فما 6 أشهر ليل و6 نهار، وفما في مناطق أخرى في الشمال اللي النهار يكون مثلا في فصل الصيف النهار يكون طويل والشتاء يكون قصير، وتنجم توصل حتى ساعة ولا ساعتين على حسب المنطقة. يعني النجم نشوفه إلا معناتها الأسلوب متاع الدين الإسلامي، مثلا رمضان في بعض المناطق ينجم يجي ساعة تصوم ساعة وتصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ورا بعضهم، وفي أوقات أخرى ينجم يكون 23 ساعة، وفي مناطق أخرى كما قلت لكم فما 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار. هنا حبيت نقول إن استعمال الإسلام للتقويم القمري عادة شائعة ولم يأتي بها القرآن ولم يأمر بها كما معناتها يتصور البعض الله الذي معناتها جعل من القمر لمعرفة عدد السنين والحساب. هذه معناتها معروفة وهذه موجودة حتى عند البابليين قبل كانوا يستعملون القمر للحساب، حتى أن حسب بعض الدراسات أنهم قبل كانوا يعتبروا دورة القمر كاملة هي السنة يسميها الشهر. ولهذا في نرجع مثلا لقصة نوح، وأن البشر كان يعيش ياسر قبل، معناتها هذه كلها أساطير مأخوذة من الأساطير البابلية، وتجي يقول لك نوح عاش 950 سنة، هو في الحقيقة يقصدون به 950 شهر، كي نقسموها على 12 نلقاو اللي معناتها نوح هو في الحقيقة ما عاشش
950 سنة ولا 1000 سنة، وما كانش العباد تعيش 1000 سنة أو 1200 سنة، وإنما كانت تعيش عادي كما توا 80 70 يمكن حتى أقل حتى 120، وتنقلوا 1200 سنة كان مقصود بها 1200 شهر اللي هي تجي 120 سنة، وهو أمر معقول. أما القول أن البشر كان تعيش آلاف السنين هي أكذوبة ليس لها أساس من الصحة. توا احنا باش نحاولوا باش نذكروا الاعجازيين شنو تكلموا على القمر وشنية الحاجة. اول حاجة من الاعجازيين تكلموا عليها معناتها هما ياسر، اما نحاول باش نقسم اربعة خمسة ناخذهم كمثل باش العباد تعرف الاكاذيب نتاع الاعجازيين. قال لك ما يسمى بالاعجاز العددي في تكرار كلمة القمر في القرآن. يدعي هؤلاء، فهمت يعني الاعجازيين، ان كلمة قمر في القرآن هي عدد أيام الشهر، وإحنا نعرف أن الأشهر القمرية يا أما 29 يوم يا أما 30 يوم. هذه مسألة واضحة ويعرفها أي إنسان، فهمت؟ في الشهر القمري يعتمد على رؤية الهلال وينتهي وقت يبدأ يكبر القمر حتى يولي قمر بعد يختفي، وهذه الأمور كلنا نعرفوها. وهذاك علاش الأشهر القمرية تتبدل في الشتاء والصيف، تتبدل يعني مثلا أول عام ينجم يكون في الصيف وأول عام ينجم يكون في الشتاء، فهي ليس مثل الأشهر الشمسية اللي هي قارة وواضحة. والنجم نقوله اللي التقويم الهجري هو أكثر تعقيد ويعتمد على الرؤية. باختصار التقويم القمري يعتمد على حركة القمر على الأرض، وتصل السنة القمرية إلى 354 يوم وثمانية ساعات وثمانية واربعين دقيقة، وهكاك يكون الشهر القمري يا أما 29 يوم يا أما 30 يوم. هون الإعجازيون حاولوا باش يشوفوا هل في القرآن فما 29 مرة كلمة القمر. وقت حسبوا كلمة قمر في القرآن لقاها 26 مرة، شنو باش يعمل؟ يعني هنا دخلوا بعضهم، هما يعرفوا اللي الشهر القمري يا اما 29 يوم يا اما 30 يوم، اذا من المفروض انها تكون كلمات القمر، كلمة القمر متكررة في القرآن 29 او 30 يعني منطقية. هما لقوا 26، اش عملوا؟ اول حاجة فما سورة اسمها القمر زادوها هكاك ولاو عندهم 27، يعني من المفروض من المنطق لو كان فما اعجاز راهو تكون بعد كلمة قمر متكررة في القرآن 29 وتكون سورة القمر مفروضة هي 30، وهكذا تكون إعجاز يعني نجم نقوله معناتها مقنع شوية. لكن احنا نجي نشوفه في القرآن نلقاو كلمة القمر 26. صحيح فما سورة اسمها القمر، لكن نعرف اللي السور وأسماء السور ليس من القرآن، وأن تم وضعها في عهد عثمان. إذا ما تجيوش تلفقوا وتزيدوا سورة القمر على أساس أنها من القرآن، على خاطر كانت تحطوا هذه القاعدة لازم تطبقوها زادا على اليوم وعلى الشمس وعلى كل شيء، لكن هما يطبقوها وقت اللي يحبوا هما. باهي وتلقاو 27 مرة كلمة معناتها 27 ولا 26، هي 26 في الحقيقة، ما هما زادوها اسم سورة القمر لأن فما سورة اسمها القمر باش أجل يقربوا من 29 30. وتشافوا رواحهم ما وصلوش، حاولوا باش يعملوا أسلوب آخر. نعرفوا احنا لدوران القمر حول الارض يتم معناتها فما ما يسمى بالدوران الحقيقي والدوران اللي يوصل لنا لنحنا. الدوران اللي يوصل لنا نحنا هو 29 ولا 30 يوم، بينما شافوا للعلماء يشوفوا ان الدوران الحقيقي هو 27 يوم فاصل 32. هنا بداوا يقولوا هذا هو المقصود به، فهمت؟ نساو 2.32 نساوها وحسبوا 27. وهنا يجيوك الاعجازيون يجيو يقولوا لك الدوره الحقيقيه للقمر حول الارض هي 27 يوم فاصل 32، هذاك علاش في القران كلمه القمر ذكرت 27 يوم. سبحان الله اللي يعلم كل شيء واللي يعرف كل شيء. اذا هذه معناتها من انواع الخداع اللي تمر على الانسان البسيط الذي لا يفكر، لأن هذه الأسلوب في الدمغجة من أجل جعل هذه المسألة على أساس أنها عجز علمي لا يطبقونها في معجزات عددية أخرى. يعني هم يضيفوا وينقصوا يعملوا مرة يزيدوا البسملة،
مره نحيو البسمله، مره يزيدوا اسم الصوره، مره نحيو اسم الصوره، مره مثلا ما يحسبولكش الحمد لله. كل مره يطلعوا لك بطلعه غير باش توافق وتقرب، ويحاولوا باش يقربوا اكثر شيء باش تتعدى على العباد، ما يجيبوها لك بطريقه ما غير ما يفسروا لك الاسلوب نتاعهم، ويجي يقولوا لك بكلمتين واضحين خفاف نظاف ان الدورة الحقيقية للقمر حول الأرض هي 27 يوم فاصل 32، ويجي يقول لك من بعد القرآن كلمة القمر ذكرت 27 مرة، ما يقولكش راهو هي ذكرت كان 26 وراهو 27 هو اسم السورة، ما يقولكش هذيك المسألة، وما يقولكش اللي الشهر هو راهو 29 يوم ولا 30 يوم، واحنا راهو اتبعنا الدورة الحقيقية. هذا الكل يخليك ما تعرفش، ومع ان المسلم يتبع ويصدق هذه الأفكار ويقول سبحان الله اللي كان يعرف كل شيء. نتنقل توا للمعجزة اللي هما يقولوا عليها معجزة ثانية، اللي تقول الآية القرآنية تقول والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. أولا هذا الوصف ليس يحتاج إلى إله، فهو بمجرد الرؤية والعين المجردة نشوفوا اللي القمر يبدأ صغير ويبدأ يكبر يكبر حتى يولي قمر، ثم يبدأ يصغر 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 حتى يرجع هلال، ومعناته يرجع كالعرجون. فهمت؟ وهنا العرجون هو عرجون التمر يقصد به، وهو يتكلم على حسب بيئته. فهمت؟ يعني هوني ما فما حتى إعجاز علمي، هو وصف حالة موجودة وواضحة. أما شنو المشكلة هوني؟ يجيوا يقولوا لك هذوما الإعجازيين، فهمت؟ يجيوا يقولوا لك، يعني يقولوا لك اللي يقصد به بالعرجون القديم انها ليس فيها سكان، فالقديم ليس معناتها فيه سكان، والان العلم اكتشف ان القمر ليس فيها سكان. نحب نسالكم ايها الاعجازيون، شكون كان يصدق قبل ان فما عيشه خارج الارض؟ كل لقبل ما كانوش معناتها ما فماش حتى شيء يثبت انهم كانوا يعتقدوا ان فما هناك عيشه خارج الارض. يعني انتم توا تجيو تقولوا القمر، فهمت؟ الاسلام كان يعرف اللي القمر ما فيهاش سكان، هذاك علاش قال كالعرجون القديم. هذا وصف عادي للقمر، ليس له اي دليل وليس له اي شيء. ما فهمتش انا هذوما معناتها الاعجازيين من فين جابوا هالمساله هذيا. وقت ترجع للتفاسير بتاع القران يقول لك معناتها تتكلم على المنازل، راهي مساله المنازل بتاع القمر، العرب كانوا معناتها كانوا متعمقين في القمر، كانوا يحبوها ياسر، كانوا يحبوها القمر، لان في الليل الطقس يكون مش سخون. فهمت؟ اذا كانوا يشاهدون القمر ويعني يفتخرون بالقمر، على خاطر حاجه معناتها الليل في الصحراء افضل من النهار اللي الشمس تبدا زرقاء فيه. اذا هذه الذي يدعون انه قال كالعرجون القديم لانها ليس فيها سكان، هي ضحك ثاني على الذقون ولعب على عقول المسلمين. أما المسألة الثالثة هو قوله معناتها الشمس ضياء والقمر نور في الآية، في الآية يوسف رقم 5، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هذه مسألة عدد السنين والحساب كما قلت لكم من عهد باب، وهذه الآية متكررة تقريبا في سورة نوح آية 16. يقول الاعجازيون ان الله استعمل كلمه ضياء للشمس لانها مصدر الطاقه ولانها تشتعل، واستعمل نور للقمر لان ليس هي الذي تشتعل، وانما لان الشمس هي الذي تضيئها. انا ما نعرفش من فين جابوا، فهمت؟ هل تاويل هذا من فين جابوه يعني؟ وسنرجع لعهد محمد، ما فماش حتى واحد لا محمد ولا المفسرين يتكلمون على ان القمر تستمد نورها من الشمس، وهذا اكتشاف حديث على حسب الأجهزة الحديثة. إذا هوني معناتها هذا معناتها الكلام ليس له أي أساس من الصحة. أنا نشوف فما آية أخرى في القرآن تقول، فهمت؟ يعني تقول وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وتنرجع للتفاسير معناتها اللي موجودة وقت بعد محمد وكل شيء، يعني نلقاو الصحابة وكلهم يقولوا اللي كانت القمر في ابن كثير مثلا في تفسير هذه الآية، يقول كان القمر يضيء كما تضيء الشمس وهي آية الليل، فمحاها الله، فهمت؟ يعني محاها الله وجعلها ما عادش معناتها تضيء ولا تنير.
وهنا لو نرجعوا للمسألة يعني القواميس العربية، الفرق بين الضياء والنور، احنا ما نشوفوا ان القوم فمش فرق كبير، اما نجم نفهموا ان السراج جاي من السرج وهو عبارة على معناتها الفتيلة والزيت الذي يشتعل، وهذا شيء طبيعي اي انسان يلاحظه ان الشمس خاصة في الصحراء تحرق، فكان يشبهوها بالسراج يعني السراج الذي يشتعل، بينما النور هو عبارة على الذي يهدي او كما نقولوا الحاجة الدافئة، الحاجة اللي ما تحرقش. هذا هو الفرق من بين الضياء والنور، وإذا نرجع للغة العربية، أما رغم اللي في اللغة العربية ما نلقاوش فرق كثير معناتها من بين الضياء والنور، معناتها نلقاهم متقارب، لكن الوصف هنا القرآن الشمس بضياء فهمت، والشمس والقمر بنور، ليس له أي علاقة أنها القمر تستمد نورها من الشمس، وإنما هو وصف للشمس الحارقة الذي هي مثل السراج الذي يشتعل، ولأنه تصل حرارة الشمس للإنسان وخاصة في الصحراء نلاحظ هذا الشيء واضح، بينما القمر هي دافئة وهادئة ويعتبرها معناتها نور، هذيك هي معناتها، وبالدليل أن معناتها في آية قرآنية وتنرجع للقرآن وتجي يقول لك فهمت الله نور السماوات والأرض، هل هنا يعني أن نور الله هذا اللي موجود في السماوات والأرض مستمد من نور إله آخر؟ لا بالطبع لا، ليس له أي أساس من الصحة هذا الكلام، ولهذا عندما نرجع معناتها للتفاسير القرآن وتتكلم على هذه الآيات نلقاو اللي المفسرين لا يتكلمون أصلا لا في عهد محمد لا محمد لا بعد محمد أن القمر تستمد نورها من الشمس، وإنما وصفوا ذلك الوصف لأن ذلك ما يشاهدونه وذلك ما يعرفونه في ذلك العصر، وليس هناك أي شيء جديد معناتها يذكر، وإنما القرآن ما قام إلا بوصف ما هو موجود. هنا نتكلم على مسألة ثالثة هي مسألة الفلك، يجي يحاول باش يقول لك اللي الفلك مقصود به الفلك اللي نعرفوه توا والدوران تاع الشمس والقمر، وهذا نفس الشيء كذب من الأكاذيب، لأن الفلك كما نعرفه اليوم هو اكتشاف حديث، وعندما كان قبل يتكلمون على الفلك هي الفلك، الفلك تسير في البحر هو السير، الفلك هو السير، وأي إنسان يشوف اللي الشمس تطلع وتغرب واللي القمر تطلع وتغرب فكانوا يطلقون عليه الفلك، وما كانوش يعرفوا الفلك اللي مفهوم توا في عصرنا الحاضر، وهذه وكي نرجعوا للقاموس العربي نلقاو اللي الفلك مقصود بها الطريق والسير والاضطراب، وهذا مسألة واضحة، والقرآن كان يوصف في حاجة، محمد كان يوصف في حاجة معروفة في عصره، ما زاد حتى شيء جديد وما جاب حتى حاجة جديدة. توا الإعجازيين يحاولوا يجيو يقولون أن الفلك مقصود به الفلك اللي معروف اليوم، هذا كذب في كذب ليس له أي أساس من الصحة. وتوا نوصلوا للكذبة الأخيرة هي انشقاق القمر. وقبل ما نبدأ بانشقاق القمر نعطيكم هذا المقطع متاع الدجال الكبير زرون النجار وغيرهم من الدجالين الذين يستعملون الإعجاز لكسب المال وللضحك على الذقون، فهمت، باش تسمعوه على مسألة انشقاق القمر. بعد اللي سمعتوا زغلول النجار، أول حاجة لازم نذكرها أن هناك شعر منسوب لأمر والقيس ولا لغيره ما نعرفوش، يذكر في أول بيت متاعه يحكي على انشقاق القمر، تقول هذه القصيدة في أول مطلعها: دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر، وهي قصيدة غزالية قالها امرؤ القيس أو غيره إلى حبيبته وهو يتحدث عن المحبوبة. إذن كيف يقول شاعر قبل ظهور محمد بقرون ما نجده في القرآن؟ هل صدفة أم محمد ولا غيره عجبته هذه القصيدة وضافها للقرآن؟ هنا نتسألوا فهمت كيف يمكن أن تكون آية في القرآن ذكرت في شعر قبل القرآن؟ نعرف وإحنا اللي عدة من الأبيات الشعرية وتنجم معناتها اللي ذكرت قبل الإسلام موجودة في القرآن. المهم يعني فكرة انشقاق القمر يمكن كانت معتقد عربي قديم، فهمت، كانوا يتصوروا وتقرب الساعة ينشق القمر يعني حسب وجهة نظرهم،
وتعرف انتم القمر في الصحراء ساعات حتى يتعدى بحدها سحاب تظهر كأنها مشقوقة، يعني حاجة مثلا يمكن بالعين نشوفوها ولا حاجة، يعني مش مسألة غريبة، فهمت؟ إذا ماذا معنى المعتقد يمكن خذوه المسلمين من بعد وألفوا عليه القصص وضافوا هذه الآية، ولا محمد ضاف هذه الآية؟ أما معناتها ما فما خاطر كل الروايات اللي تتكلم على انشقاق القمر هي روايات إسلامية 100%، ليس لها أي أساس من الصحة، وأكيد بعد موت محمد تم تأليف هذه القصص لإظهار لمحمد معجزة، لأن فما هناك آية قرآنية أخرى تقول إن معناتها اللي محمد ماهوش باش يجيب معجزة كما جاب موسى ولا جاب عيسى، هذه مسألة واضحة. المهم يقول هوني عند الإعجازيون أن انشقاق القمر عندما تقترب الساعة، بعضهم يقولوا بعض المسلمين يقولوا أن انشقاق القمر هي قبل قيام الساعة، ولكن كما شفتم عن زغلول النجار يؤكد يقول لك لا، فهمت؟ حدثت في عهد محمد، وهناك كثير من الأدلة والأحاديث في بخاري ومسلم ذكرت فيها هذه معناتها الحادثة، وإنها وقعت في مكة، وإنها كانت معجزة محمد كما معجزة المعرج. هنا نتسائل علاش زغلول النجار ولا المسلمين ذهبوا إلى الهند لكي يثبتوا معناتها معجزة ما يسمى انشقاق القمر؟ علاش ما فهمش البيزنطيين بجنبهم؟ ما فهمش الحبشة؟ ما فهمش الفرس؟ ما فهمش علاش مشاو للهند؟ فهمت؟ يعني باش يألفوا هذه القصة نتاع هذا الشخص الملك الملقب شكراواتي فرماس، وهو أحد من أهم وأشهر ملوك تلك الولاية معناتها في الهند، فهمت؟ وهذا الشخص لو ترجع للتاريخ نتاعه، أول حاجة هذا الاسم يمكن أن يكون لقب كما لقب فرعون ولا لقب الشاه ولا فهمت ولا الملك، فهمت؟ لأن عليه كثير من الأساطير لو ترجع للتاريخ. هذه معناتها مسألة واضحة، لو إنسان يدرس هالاسم اللي ذكره زغلول النجار ويبحث فيه ما ياخذوش مسلم، هو يستدل معناتها بأشياء لا يعرف المسلمين ما يفركسوش وما يبحثوش، هذاك علاش معناتها عنده الحق يقول اللي يحب، فهمت؟ هذايا معناتها الشخص لو نرجع نلقاه عاش في القرن التاسع ميلادي، يعني بعد محمد بعدة قرون، لكن لو كان بالفعل هذا معناتها لقب لشخص يعني حاجة مشهولة، فهمت؟ يعني نشوفوا احنا مثلا في المصادر المسيحية تتكلم على القديس توماس ورفاقه عام 345 ميلادي، مشاو لهذا الملك واستقبلهم استقبال حسن، ويقولوا حتى انه تخلف المسيحية وبناء أول كنيسة في الهند، نفس القصة بتاع أول مسجد في الهند، نفس القصة يعني اللي موجودة في الإسلام اللي تكون يمكن تألفت من بعد باش يثبتوا هذه الحقيقة، على خاطر فما حاجات معناتها يقولوها من بعد يجيو يألفوا عليها قصص وخرافات كما خراف تومي سيسي باش يثبتوا هذه القصة ويثبتوا هذه الحكاية. إذا معناتها هذا المصادر اللي ذكرها لنا زغلول النجار كلها مصادر إسلامية، حتى مثلا يقول لك كتاب حميد الله ما فهمت ما فما حد شيء يثبت الكلام نتاعو، يعني المصادر الكل هذا الشخص معناتها قال لك شاف القمر هو وحده شاف القمر، من بعد يقول لك ليه شافوها جماعة في الصين وشافوها، اعطيونا المصادر يا جماعة، علاش تتكلموا المصادر اللي جايبينهم الكل، فهمت؟ يعني على الوثيقة ودرا شنو، كلها وثائق عربية فهمت وليست هندية، يعني وثائق نجم نقولوا إسلامية وليست هندية، ما فما حتى وثيقة غير إسلامية تتكلم على انشقاق القمر وتثبت أنها حصلت في ذلك الوقت. الوثائق اللي ذكرها سي زغلول النجار واللي ذكرها حميد الله وغيرها كلها وثائق إسلامية، حتى فما وثائق فارسية ونوريكم معناتها الصور، تشوفوا الصور معناتها اللي معناتها ترمز كلها جاية بعد ما حدثت هذه أو ما أدعوا أنها حدثت في مكة، خاطر نعرف أن انشقاق القمر وقعت معناتها في مكة ولم تقع في المدينة، إذا ما فما حتى دليل. لو كان هنا المسلمين يحطون مخطوطة فارسية زعما تمثل صورة انشقاق القمر، ولو تلاحظوا التصوير مليح تشوفوا اللي العباد اللي في الصورة مسلمين، يعني هذه التصويرة جات معناتها بعد انتشار فكرة انشقاق القمر، يعني يمكن بعد قرن بعد قرنين، فهمت؟ يعني ما يثبت حد شيء، فهمت؟ انها صورة تدل على انشقاق القمر، جايبت لي تصويرة من عباد مسلمين حتى ولو فرس وتقول لي هو دليل على انشقاق القمر؟
لو كانت بالفعل وقعت راح تبدلت معناتها الكون كامل. تصور معناتها القمر تنشق، يعني هذه حادثة معناتها كونية. يعني تصور لو معناتها ميتيور ضرب الأرض، فهمت؟ باش يسكتوا العباد ما يقولوش عليها؟ يعني تصور أنت تو القمر ينشق، كل شيء يتبدل، الحساب يتبدل، كل شيء يتبدل، الأرض تتبدل، المد والجزر يتبدل. يعني هذايا معناتها كلام، وفوق هذاك قال لك اللي ينشق عدة ساعات، عدة ساعات، وإن معناتها وقع معناتها القمر معناتها تشمل كل الأرض مش تشمل الجزيرة العربية. ما فهمتش أنا علاش ماشيين لآخر الدنيا. إذا معناتها هنا هذيك كل المصادر ليس لها أي أساس من الصحة. وهذيك حكاية النازا وما النازا وكل هذيك معناتها ما فما حتى أساس من الصحة. ولو تبحث توا تمشي جوجل وتبحث تلقى كل الروابط اللي يدلوا عليها ما عندها حتى أساس من الصحة. وساعات يجي يعمل لك موقع ويكتب لك زعم النازا، هو له نازا لا حد شيء، ويحط لك فيه معلومات بالإنجليزية ويترجمهم كما يحب هو، ويقول لك هذيك أدلة على أن النازا معناتها هي قالت الكلام هذاك. من بعد تجي تثبت له بالحجة اللي هذيك ما فماش، وخاصة معناتها فما شكون اتصل بالنازا وسألها قال لك ليه هما أخفوا الحقيقة للناس ما تعرفش حقيقة الإسلام. ديما المسلم يسخايب روحه مظلوم، فهمت؟ وقت يكشفوا الكذب نتاعو وينحيوه يقول لك علاش يفسخوا فيها، على خاطر كذب يفسخوا فيها مش على خاطر حقيقة، على خاطر ما عندها حتى دليل علمي. هذاك علاش يفسخوا فيها وينحيوا فيها؟ خاطر كذب. تجي تكتب في الويكيبيديا من بعد ينحيوها يقول لك ليه هو الويكيبيديا حتى على خاطر معناتها باش العباد ما تسلمش. لا مش على خاطر العباد ما تسلمش، على خاطر كذب في كذب تلفقوا فيه وباش تظهروا زعما انشقاق القمر. اي انشقاق قمر هذا؟ فين جبتوها؟ ما قلتوا محمد ما عنده حتى معجزه كالقران، توا ولا انشقاق القمر؟ ها؟ توا ولا انشقاق القمر والعروج والاسرى والمعراج وغيرها من الخرافات نتاعكم هذه اللي تجيبوا فيها؟ كي نسيوا راكم حشمتونا، جبتوا لنا العار 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 العار. إذن هذه معناتها الأفكار الغالطة الذي ليس لها أي أساس من الصحة، واللي المسلمين مع الأسف يصدقوا فيها. نحط لكم هذه المخطوطة اللي يستعملها بعضهم، فهمت؟ يوريو في عباد، وهي مخطوطة قديمة يعني قبل الإسلام، يشيرون إلى السماء. هنا فما احتمال، زاد فما احتمال أنه يكون نيزك، فهمت؟ نعرف اللي مذنبها اللي يتعدى على الأرض قداش من مرة، معناتها كل 76 سنة ولا 75 سنة، فهمت؟ وفما أشياء كما مثلا يذكروا لك بعض المخطوطات مثلا تاع المية يشيروا للسماء وكل شيء، وهي ما يسمى بالمذنبات. ساعات المذنب يظهر يتعدى على الأرض، وساعات يتعدى قدام القمر تظهر لك كأنها تشقت القمر، وهي ما عندها حتى يعني يمكن، يعني هذا احتمال من الاحتمالات. اما باش يكون القمر نفسه انشق ويجيبوا لي فكره ان فما انشقاق للقمر، وكما يذكروا الاحاديث عده ساعات وعده مرات، وان محمد هو اللي شق القمر، هذه ليس لها اي اساس من الصحه. هذه كلها خرافات ليس لها اي اساس من الصحه. فهمت؟ هذا يا سيدي زغلول النجار وغيرهم، فهمت؟ رمز الانحطاط العربي، فهمت؟ رمز الانحطاط العربي الإسلامي. يعني كما نقولوا احنا بالتونسي النعجة تتفوخر بلية العلوش، يعني خاطر هما ما عندهمش علم، فهمت؟ يجيوا يتفوخروا اللي زعما القرآن يعرف كل شيء، فهمت؟ ويجيب لنا قصة البرنامج اللي في بي بي سي، ومن بعد يجي يقول لنا حذفوها على خاطر خافوا للناس تسلم، ويجيب لنا قصص ليس لها أي أساس من الصحة. وأنا نتحدى أي مسلم مهما كان يجيب لي بالدليل العلمي أن هناك انشقاق القمر، رغم اللي فما بعض العلماء وتنرجع للتفاسير وكل شيء يتكلموا به، يقول لك هذه معناتها مسألة انشقاق القمر ما زالت ما حدثتش، فما يقول لك لا، فما يجيب لك أحاديث ذكرت اللي معناتها محمد كما قال لكم زغلول النجار، فهمت؟ تحدوه العرب وقالوا له شقنا القمر وشق القمر، وهذيك القصة معناتها الخرافة اللي جابها زغلول النجار مثل الخرافة اللي جابها محمد عنده 1400 سنة، فهمت؟ قال لك استناوا القوافل. انت تقدر تصوروا ان انشقاق القمر ما هوش باش يتشاف من العالم اجمع؟
الفرس والبيزنطيين والحضارات الاخرى مش باش يتكلموا عليه ويجي يقول لك اللي الهنود والصينيين تكلموا عليه. اعطيونا المصادر يا سيدي، اعطيونا الادله اللي تقولوا تكلموا عليه. تو احنا عندنا معناتها مصدر اسلامي وحيد، وقال قوافل جات وقال لك شافوا هذاك الشيء. انا ما نحبش ندخل في الخزعبلات هذه معناتها اللي ليس لهم اي اساس من الصحه، ونضيع وقتي في الحديث على امور معناتها فارغه ما تقدمنا، ما معناتها ما تقدم لنا شيء في الوقت الحاضر. اذا ارجوكم يعني تحاولوا باش تخدموا مخاخكم شويه، فهو معتقد يجي توا جديد يغلو النجار ولا غيره ولا غيره يقول لك او فما شقوق في القمر. يا ودي في كل الكواكب، حتى الارض كان تشوفها من بعيد فيها شقوق، حتى مارس فيها شقوق، حتى الزهره في كل الكواكب فيها شقوق، وهذه الشقوق تمتد على 100 كيلومترات او على 4 5 كيلومترات. ليس شق واضح يشمل كل القمر. لو انشقت القمر تعرف شنو يوقع؟ تعرف شنو يوقع لو انشقت القمر؟ تقول لي معجزة. أنا معجزة، أنا معجزة، هذه معجزة، معجزة تخالف القوانين الطبيعية، راهي تخربت البلاد، راهي الأرض مشات. يعني كيفاش تجي وتقولوا الكلام هذا وتصدقوا الكلام هذا كما تصدقوا لي البراق وغيره وغيره وغيره. إذا هنا معناتها أنا أعطيتكم بعض النماذج في هذه الفيديوهات على كذب، كذب الإسلام وكذب الإعجازيين، وذكرت لكم بعض الإعجازات معناتها الكذبها كما تكوين الجنين وكما مرج البحرين وتوا على القمر. وما نحبش في الحقيقة نواصل في هذه في هذه السلسلة، لأني لا أريد أن أضيع وقتي، وخاصة وخاصة أن كل الإعجازات العددية وهذه الإعجازات العلمية وهذه الإعجازات البلاغية وهذه غيرها كلها، فما الرد عليها على فهمت جوجل، فهمت عليه الصلاة والسلام الذي يجيب على كل أسئلتك. فهمت ما عليك أيها المسلم إلا أن تبحث وتفكر، فما جوجل، فما كتب، فما دراسات. وانا نحط لكم معناتها روابط معناتها نتاع المواقع نتاع الملحدين العرب وغيرهم واللادينيين والملحدين العرب وغيرها من المواقع اللي في الحقيقه اشكرها، اشكرها على العمل الجبار وعلى الاشخاص اللي بحثوا هذه المساله ودققوا وكذبوا هذه الاعجازات واحده واحده، من الحديد ومن المرج البحرين وغيرها وغيرها وغيرها. ونطلب من كل المسلمين باش ما يعتمدوش على مصدر واحد، لأنكم لا تنظرون إلا من جهة واحدة، ما تشوفوش جميع الجهات. أقرأوا، ما عادش تتبعوا النقل، ما عادش تصدقوا هذوما علماء الجهل. أنت لك علاش نقول لكم أنا ديما راهو الإسلام في الأول انتصر بالسيف، والآن يواصل في الانتشار بالجهل والتخلف والنقل والتبعية للعلم للعلماء، الجهل والتخلف. وإن لا يقضي على الإسلام إلا العلم، ولا يقضي على الأديان إلا العلم. لهذا تجد الإسلام والأديان عدوها الأساسي هو العلم. وكما قلت لكم راهو العلم اللي يتكلم عليه الإسلام هو علم الدين، ليس العلم الحقيقي، ليس العلم الفكري، ليس العلم الذي يقدم البشرية، وإنما العلم الذي يلتزم بالنص وبالنقل، والذي يرفض أي تقدم وأي اختراع وأي تطور للإنسانية والتحرر من العبودية لهذا الفكر الديني الجاهلي. نحاولوا باش نكملوا هذه الفيديو ونحاولوا ننتقلوا نحكيوا على مواضيع أخرى، أما هنا حبيت نقول حاجة، إنه ما يسمى بالمسلمين والعرب يعني عندهم 1400 سنة يتبعوا في الإسلام هذا، ما زادهم حتى شيء، ما قدمهم حتى شيء. العالم اتطور والعالم ماشي نحو القدام، واختراعات واكتشافات واكتشافات كواكب أخرى، ويمكن أن يعني البشرية تخرج من الأرض وتنتقل إلى كواكب أخرى، وهما مازالوا يخرفوا لي ويتبعوا لي ويتبعوا لي في آيات قرآنية تقول منها خلقناكم وإليها نعيدكم. ما فهمتش أنا معناتها البشر وقت يمشي يسكن في كواكب أخرى، هذه الآية شنو يكون أساسها من الصحة؟ تولي ما عادش عندها حتى قيمة. أنا نتصور ونتمنى أن العرب والمسلمين يتخلصوا من هذا الإسلام ومن هذه الأفكار الجاهلية، وأن يحرروا شعوبهم من الإسلام. وأنا متأكد أن المسلم عند هذوم عند اللي يعيشوا في العالم العربي الإسلامي لو يتخلصون من الإسلام ويقضون على الإسلام سوف تتخلص كل البشرية من الأديان، لأن بالقضاء على الإسلام سوف تنتهي كل الأديان.
وهكذا شعوب العالم العربي الإسلامي سوف تقوم بثورة ضد الأديان من أجل الإنسانية جمعة، فهمت، بقضائها على الإسلام. هذاك علاش نقول لكم قدموا حاجة للإنسانية، راهو القضاء على الأديان هو الذي سوف يجعلنا نتقدم، لأن احنا يزلنا توا نفكروا في القوانين الوضعية، القوانين التي تحترم الإنسان كإنسان، مش تحترم أفكار وأساطير الأولين اللي قالوها قبل وإحنا شادين فيها ما نحبوش نسيبه. إذا أكتفي بهذا القدر ونبدأ في سلسلة أخرى، مازلت ما فكرتش في الحقيقة، يمكن نجيب على بعض الأسئلة التي طرحت علي في الفيديو القادم، ولكن أريد أن أتكلم في مواضيع أخرى، لأن كما قلت لكم يمكن أن تبحثوا، وأنا حبيت هذه الفيديوهات كل فيديو منها مقطع مقاطع صغيرة لكي المسلم ينتبه، لكي يعرف دينه ويعود ويبحث ولا يتبع النقل ويفكر، وكل حاجة يقولها له ويمشي يتأكد منها سوف يكتشف كذبها، راهم قاعدين يضحكوا عليكم وراكم جعلتونا أضحوكة في العالم. وفوق ذاك الكل ترجموا في هذه الأمور الإعجازات العلمية في القرآن وتتباهوا بها وتخليوا العباد يضحكوا عليكم، وراكم ما تشوفوا فيها كان انتوما، وانتوما حاصرين رواحكم في معناتها في بوتقة معناتها ما تنجموش تخرجوا منها، وتسخايبوا رواحكم على حق، والعالم قاعد يتقدم وانتوما قاعدين تتأخروا. وبالسلامة ومع فيديو قادم.